حبيبه انا، ايه الحلاوه دي؟ برافو، هو ده الرقص على التراث على الست شاكيره. برافو عليكي، برافو. اهلا 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 بسعاده الضابط. اهلا يا دودو باشا، اهلا اهلا. ايه الحلاوه دي؟ انتوا بقى لابسين لبس الهالوين دون بتاع بكره من دلوقتي ليه؟ ايوه نشوفوا صورهم على النت وقلنا ما نلبسش زي اصحابنا، قلنا نجربهم. ايه رايك يا انا؟ جميل جميل قوي، فكرتوني بلبس الضباط بتاع زمان. طب وقولي بقى يا دودو، انت فعلا عاوز تطلع ضابط لما تكبر؟ ايوه نفسي ابقى ضابط شرطه زي احمد السقا كده. ربنا يحرسك ويحميك يا حبيب انا. وانتي بقى يا كيمي، طبعا نفسك تطلعي رقاصه. لا يا انا، انا عايزه ابقى دكتوره. حتى البلت اهو والسماعه اهي. برافو برافو. انتي بقى نفسك تطلعي دكتوره ليه؟ عشان اساعد الناس الفقراء اللي ما عندهمش فلوس. انا فرحانه فرحانه بيكوا قوي يا اولاد، ربنا يكرمه ويسعده اللي رجع هيبه الضباط والدكاتره والمهندسين وخلى طموحكوا بقى كده. هو مين ده يا انا؟ طبعا الزعيم حبيب الملايين عبد الفتاح السيسي. انا عارفه كويس، درسناه في كتب التاريخ، ده كان رئيس مصر. ايوه، وكان قبل ما يجي رئيس لمصر البلد كانت راحه في 60 داهيه، وكانت كل الولاد ساعتها طموحاتهم ان هم يبقوا بلطجيه او حراميه او حاجات وحشه تانيه كتير. ليه كل ده يا انا؟ لان كان ساعتها البلطجي والحرامي هم اللي مسيطرين على الشارع وعلى البلد كلها، لكن الله يكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي رجع البلد لاهلها ورجع الولاد لطموحاتهم كده تاني. والنبي انا فرحانه بيكم. على كده طموحات بابا وماما زمان كانوا يطلعوا مجرمين؟ لا مش قوي يعني، بس كانت طموحاتهم مهببه بستين ميله. طب ما تحكي لنا عن النبي يا انا. حاضر حاضر، هحكي لكم كل حاجه. بصوا بقى، حبيب ام عارفه يا انجي نفسي فيه؟ نفسك في ايه يا علي؟ نفسي نسافر انا وانتي اي حته لوحدينا، شرم الشيخ، الغردقه، بس انا وانتي بس من غير الولاد، ونعيش لنا يومين كده زي زمان. لا يا علي، انا ما اقدرش اسافر من غير العيال بصراحه. طب ما احنا ممكن نتصرف، نوديهم لابوكي، نوديهم لامي، نوديهم لاي حد. لا يا علي، انا ما اقدرش بصراحه اقلق اسيب عيالي مع امك، واقلق اكتر لو سبتهم مع ابويا. اشمعنى؟ من غير اشمعنى يا علي، هما الاتنين اليومين دول عايشين في حاله مراهقه متاخره كده بصراحه. بس على فكره بقى، ابوكي اللي بيعاكس امي، ولولا ان هو ابوكي وفي نفس الوقت حمايا، انا كان ليا بقى تصرف تاني معاه خالص. بقول لك ايه يا علي، انا مش قادره خالص اتخانق دلوقتي. ولا انا كمان قادر اتخانق، انا نفسي في حاجه واحده بس، نفسي في شويه رومانسيه، حب. في ايه يا علي، في ايه؟ اوكي كويس انك ليك نفس في الرومانسيه. طب تعال نفكر مع بعض، الكلمات دي الحقيقه فين؟ اقول لك، ممكن نوديهم عند كاميليا. هي كاميليا عندها عيال يعني تقريبا من سن سليمي، وهو بالمره العيال يلعبوا مع بعض. ايوه يا علي، بس اسيبهم مع كاميليا ازاي؟ اقول لها ايه؟ قولي لها ان ابوكي عيان وانتي لازم تقعدي معاه، ومش هينفع تاخدي العيال معاكي. ايوه صح، فكره يا علي، فكره حلوه قوي. قوم شوف مين يا علي. دي حبيبه مامي يا ناس، حبيبه مامي يا ناس. بس دي اسيبها ازاي؟ ازيك يا علي؟ انتي فين؟ انتي يا حبيبتي يا حبيبي يا بابا، يا اللي مالكش غير يا بابا. ايه حصل له ايه اصلا يا حبيبتي؟ يعني انا جيت من غير ميعاد، بس فجأة كده لقيت بابا تعب، بتسمى بيقول انا تعبان وقتي لازم اروح اجري انقذه. وطبعا يا حبيبتي انا اسفه جدا، مش هقدر اخد الولاد لاحسن الصدمه تبقى كبيره عليهم. يا حبيبتي قلتي مفيش غير انجي صاحبتي، حبيبتي اللي هي هتاخد بالها من العيال. سلام، ربنا يخليكي، الف سلامه حبيبتي. الله يسلمك. هو انكل تعب في مارينا؟ انت عرفتي منين؟ لا يعني من فستان الصغير على الحب اللي انت لابسيته. حلوه قوي قوي قوي. ربنا يخليك. انا هروح انقذه من مارينا على طول، اوديه المستشفى يا حبيبي يا بابا. يا ولاد، انتوا تسمعوا كلام انتي انجي وانكل علي، فاهمين ولا لا؟ تقولوا لهم زي ما بتقولوا لي.
ما بتقولوا لي بالظبط، فاهمين؟ هتقولوا لهم ايه؟ يو لا مش دي، والنبي ابوس ايديكم الثانيه، انا بتحل عليكم تقولوا لي والنبي ربنا يخليكم. خلاص خلاص خلاص. قصدك حاضر؟ يا اختي حلوه مؤدبه، يا اختي حلوه زغنطه. ده انا يعني مضيعه وقتي في تربيتهم. اه واضح واضح حبيبتي. على اذنك يا امشي اروح اقلع بابا. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا. هكلمك اطمن عليكي يا كاميليا. مع السلامه حبيبتي. حلوه قوي الفستان يا كاميليا. لبسنا. لا ولا انزل. لا لا وبعدين يا ولاد ماما قالت ايه؟ تقولوا لي ايه؟ طب راح ايه ولد؟ عيب عيب ما يصحش. ولا يعني اللي كنا ناويين نعمله في كاميليا هيحصل فينا احنا. ايوه كما تدين تدان. ادين ايه بس؟ ده انا يا دوبك فكرت في الفكره لقيتها نفذتها هي. طب خد بقى عمر مني شويه لحد ما اروح اشوف الولاد واطمن عليهم. كمان عمر هيقع في قرابيزي؟ قرابيزك ايه يا علي؟ وانا بقول لك خد رضعه، ده انا بقول لك خده شويه بس خمس دقايق لحد اما ينام. امال انا اعمل ايه واقول ايه اللي شايلاه طول النهار وما بنطقش؟ ما تقوليش ما تقوليش يا انجي. هادي هادي يا حبيبتي بس ما تتاخريش. هادي اتفضل. هادي هادي كمان. انت عارف ايه اللي غيظني يا علي؟ هموت واعرف ازاي ابو كاميليا تعبان وهو ميت. هو ابو كاميليا ميت؟ اه بتهيألي. بتهيألك ازاي يعني؟ يعني هو مات قبل كده هو وانت ناسيه؟ مش عارفة. تفتكر؟ تفتكر ايه؟ انا بتريق طبعا. كاميليا بتشتغلنا رسمي وتلاقي هي وحسين دلوقتي عايشين حياتهم ومتهنيين واحنا قاعدين القعدة السودة دي. سودة ليه؟ ده احنا معمرين وانت بتحسدهم يا علي ولا ايه؟ ايوه انجي بحسدهم وبور عليهم. وسيبيني دلوقتي عشان مخنوق. يلا. حاضر. انت زعلي يا ودي، انت زعلي. ما تثبت. يلا شق يا جدع. نزلني يا جدع. شق مين يا جدع؟ ده انا عملت نفسي عصفور كالوني، عملت اسد صاحبوني. بس يا سهل. ايه ده؟ ايه التلوث السمعي ده؟ ايه ده؟ نكتاني وجعتني. معقوله يحيى وصلي يتكلموا بالطريقه دي؟ امال لو ما كنتوش في احسن مدارس في البلد كنتوا اتكلمتوا ازاي يا مامي؟ ما دي مسرحيه تبع المدرسه ويحيى وصلي بيتدربوا عليها. مسرحيه يا اختي؟ مدرسه ايه اللي بتقدم القاذورات دي؟ المدرسه الواقعيه دي من اهم انواع الفن لانه بيظهر سلبيات المجتمع. يا مامي لو تخطيت قلبي راح يوقف. تعالي قلب امك، ده انا ما اعرفش اقول الكلمتين دول. تعالي يا حبيبتي، انا مش بسال على نوع الفن، انا بسال على نوع المدرسه المهببه اللي بتقدم الحاجات دي. المدرسه مفروض تبقى قدوه، قدوه للتعليم مش للحاجات اللي بتقولوها دي. ما هي بتعلمنا ازاي ننشف عشان ناخد حقنا بدراعنا. بايه يا اخويا؟ دراعنا ده يا شيخ. اجري وريه يا مامي. هو حضرتك مش بتشوف ايه اللي بيحصل في الشوارع؟ ده انا طموحي ان انا لما اكبر بكون اكبر بلطجي في البلد. وانا سواق توك توك. سواق توك توك؟ وبلطجي؟ بلطجي يا سولي؟ ده بدل ما تقولي عايز اطلع ظابط علشان اقبض على المجرمين والبلطجيه. يا مامي مفيش بلطجيه دلوقتي بيتقبض عليهم، البلطجيه دلوقتي هم اللي مسيطرين وبيتعمل لهم الف حساب. يا سلام، مين قال لكم الكلام الفارغ ده بقى؟ عبده موته وقلب الاسد وابراهيم الابيض واللمبي. ايه ده؟ مين دول؟ تعرفتوا عليهم فين؟ اصحابكم في المدرسه؟ صحابنا ايه يا مامي؟ انت ما بتتفرجيش على التلفزيون ولا ايه؟ ايه الاحراج ده؟ طبعا بتفرج على التلفزيون، بتفرج على برنامج هالة فاخر عشان خاطر صديقي احمد نور. مين احمد نور ده؟ اسمه الاستاذ احمد نور. انتوا هتودونا في داهيه؟ ده يبقى المنتج بتاع البرنامج بتاع هالة فاخر. ما علينا. سولي ويحيى، انا عايزه اعرف ليه ما يبقاش طموحكم ان انتوا تطلعوا مثلا دكاتره، مهندسين، ضباط؟ ظباط ايه بس يا مامي؟ هو حضرتك مش متخيله ان احنا لو بقينا ظباط ايه اللي ممكن يحصل لنا؟ هيحصل لكم ايه يعني؟ زي ما بقول لك كده يا حضره الظابط. سوري قصدي سوري، ممنوع الضرب في اللسان نهائي. يعني حضره الظابط يحيى لما نقبض على مجرم وهو مش عايز يعترف نعمل معاه ايه؟ تعامله كويس وبالراحه، ولو عايز يعترف يعترف، ولو مش عايز هو حر. هي دي الاوامر، لو ما نفذتهاش هرفدك واسجنك كمان. لا 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 وعلى ايه؟ طيب احسن. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. يا حضرة الظابط سولي. ايه ده؟ يا حضرة الظابط سولي. تمام يا فندم. في عسكري بلبل. انا هقطع الاتنين يا فندم اكلين واكلين شاربين مع بعض. شفت العشرة اللي ما بينهم؟ طب وانت مالك سعيد 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 كده ليه؟ اصلي اول مرة يا باشا اقبض على مجرم. ماشي دخلوا امي. خد يا باشا، خد يا مجرم التوهم، خش يا مدعي الاجرام، خش.
اقف عند العيد قدام الباشا يلا. هو دو؟ هما دو، ما تقف عند العيد قدام الباشا. ما تضربهمش. ما تضربهمش يا باشا، دول قاتلين. انا ما قتلتش حد. ما ولا انت مش لسه معترف بره بكل حاجه؟ انا ما اعترفتش بحاجه. شفت يا باشا؟ شوف اديني يا باشا خمس دقايق انا اخليه خير يعترف. ليه هتعمل ايه؟ هعذبه. ولا انت عارف الخراره؟ ايه الخراره دي؟ الخراره دي جهاز بلدي عباره عن طرفين سلك، سلك بيتحط في بقك والسلك التاني عارف بيتحط فين؟ لا معرفش. في بقي، كاننا بنبوس بعض بالكهرباء، في طرف تالت عارفه؟ لا معرفش. دي في التلفزيون، هنبقى نتفرج عليه، ده مسلسل حلو قوي. تمام يا باشا، تحب اعذبه؟ لا اتفرجوا على المسلسل، انت هتستهبل؟ اوعى تعمل له كده تاني، سيبه براحته، عايز يعترف يعترف، مش عايز هو حر. يا فندم يعترف ايه؟ ده ثوابه دي يا فندم، ده عليه يجي 30 قضيه قبل كده. مش مهم، انا مش عايز رأسي يكون على ايديه، احنا جايلنا اوامر ان احنا نعامل الناس بطريقه كويسه. كويس ايه يا فندم؟ ده وشه ما فيهوش حتى سليمه، ده هو متعذب خلقي. طيب خلاص، روح وديه على الحجز وشوف عايز يشرب عصير ايه. عصير؟ مش عايز اشرب عصير. مش عايز ايه يا اخويا؟ انا عايز اشرب كابتشينو. كابتشينو اللي انت محبوس في ايطاليا روح امك ولا ايه؟ ايه ده؟ شوي شوي هتطلب لي بيتزا مارجريتي. يا فندم فين؟ قلت لك ما تضربوش. انا قلت ايه؟ خلاص يا فندم، قدامي يا مجرم يا جميل. ما تقولوش يا مجرم علشان ما تجرحش مشاعره. جرح مشاعره؟ قدامي يا حبيب قلبي اتمخطر براحتك. لا اطلع برجلك اليمين، اوعى تطلع برجلك الشمال. حلو كده يا باشا؟ تمام. تحت امرك سعاده الباشا. سلام يا بلبل. سلام يا باشا. يا حسام تسولي، يا حسام تسولي الحقني يا باشا. في ايه يا عسكر؟ في ناس بره يا باشا عمالين بيهتفوا ضدنا وعاملين تجمهر. طب وانت بالك سعيد كده ليه وانت بتقولها؟ ما انا على طول سعيد وفرحان، ايه الجديد يعني؟ وليه بيهتفوا ضدنا؟ ده احنا بقينا كيوت على الاخر. احنا بقينا نعامل كل الناس بطريقه معامله فندق فايف ستار. يمكن في مشكله في الاوبن بوفيه عندنا يا باشا، بس اللي بره دول مش ناس، دول بلطجيه وعاوزين يطلعوا قرايبهم اللي في الحجز. طب وانت هتعمل ايه؟ سولي انت هتعمل ايه؟ اماني مع السلامه. ما ده لو سبتهم يطحنوا الاسم هتحاكم وهتحبس، ولو سبتهم المجرمين يخرجوا بره هتحاكم وهتحبس. منك لله يا ماما، انت اللي دخلتيني الشرطه. ماله ما حد البالين؟ زماني دلوقتي كنت بطير. عرفت بقى يا مامي ليه ما كنتش عايزه ابقى ظابط؟ غلط 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 غلط، ده تفكير غلط. مش معنى ان في مشكله حبيبي ان احنا ما نحلهاش وما نواجههاش، بالعكس. وبعدين الظابط ده بيخدم بلده وبيحافظ على شعبه، صح ولا غلط؟ ما يا طنط الشعب مش عايز شرطه. مش حقيقي يا حبيبي، بالعكس، المواطن الشريف عايز شرطه وبيحب الشرطه، انما اللي ما بيحبوش الشرطه دول هم المجرمين والبلطجيه وبس. مامي عندها حق يا سوري. حبيبتي قلب امك، قولي له يا مي. في حد يتمنى انه يبقى بلطجي؟ حبيبتي قلب امك، قولي له يا مي. انا قلت اني ما خلفتش غيرك. هو انت عارفه يا طنط مي عايزه تبقى ايه لما تكبر؟ اه طبعا بنتي، ممكن اخمن يعني، اكيد دكتوره او مهندسه. لا مطربه. وماله مطربه؟ دي حاجه جميله، الفن شيء عظيم. ممكن بعد ما تخلص الثانويه تدخل الكونسيرفاتوار او معهد الموسيقى العربيه. ثانويه ايه يا مامي؟ انا لسه هستنى لحد الثانويه. امال عايزه ايه يا البومك؟ انا عايزه اعمل كليب زي بتاع اولاد سليم. يوجتك ايه يا مي؟ هو سليم لسه اتجوز عشان يخلف؟ سليم مين يا مامي؟ اولاد سليم اللبنين. اللبنين مين؟ اللي بيعدوا علينا الساعة 6 الصبح دول عملوا كليب؟ يا مامي ده الكليب بتاعهم مكسر الدنيا وعمل 70 مليون مشاهدة على اليوتيوب. كليب ايه؟ مفيش صاحب بيتصاحب، مفيش راجل بقى راجل، هنتعامل ايوه يا مامي. طلع سلاحك مفيش فنان بقى فنان، ولا غنى عشاق في الودان، وعشان الذوق مش زي زمان قلنا نغني المهرجان. يا ولاد الفن في كل زمان بيرفع ذوق اي انسان، لكن غنى المهرجان بيرفع ضغط الدم يا مان. روحي الكوسه وقواري وبتنجانك قشري وعالمطبخ
سمعتي بقت في اللانا كفايت بقى منظرة بطلوا هنا الميكروباص أولاد إنجي ولاد مجانين في أي حتة مرزعين لا بتعشوكة ولا سكين وهنغني وتقولوا أمين بطلوا غنى بطلوا كلام أصل غناكو ده مش تمام ويلا كله يخش ينام وكملوا غنى بقى في الأحلام لا هنغني المهرجان أنا قلت خلاص كله ينام لا هنغني المهرجان بطلوا غنى الميكروباص لا هنغني المهرجان أنا قلت خلاص كله ينام عارفين لو ما نمتوش هعمل فيكوا إيه؟ بطلوا غنى لا هنغني المهرجان أنا قلت خلاص كله ينام بس عارفين يا جزم لو أي حد فيكوا سمعته بيغني الأغاني دي تاني هعمل فيه إيه؟ يا مامي احنا ما بنغنيش غير الأغاني دي واحنا مع بعض يعني إيه؟ يعني انتوا في المدرسة في حصة الموسيقى محدش بيعلمكوا إزاي تسمعوا الموسيقى وتستمتعوا بيها؟ أنا أصلاً ما باخدش حصة الموسيقى أساساً؟ أنا لما باجي أخد حصة الموسيقى بقعد مع صحابي ونغني مهرجانات لا حول ولا قوة إلا بالله طيب تعرفوا السلم الموسيقي؟ طيب تعرفوا أي آلة من الآلات الموسيقية؟ يا مامي احنا عندنا في المدرسة لما بيكون في حصة موسيقى بننزل تحت نلعب في الجاردن في الجاردن كويس طب بتلعب ايه في الجاردن؟ كورة حلو حلو الكورة رياضة برضو والعقل السليم في جسم سليم السليم سليم مين وعقل سليم ايه؟ انا بلعب كورة عشان نفسي اكون مشهور فيها واكون لعيب كورة فيها كويس واخد فلوس كتيرة فلوس كتيرة؟ يعني انت مش بتلعب الكورة عشان بتحبها وبتحب الرياضة يعني؟ لا وعايزة كمان تركزي معايا الفترة اللي جاية دي قوي عشان عايزة ادخل الناشئين في الاهلي او الزمالك واتفرغ للكورة وبس تتفرغ للكورة ازاي يعني؟ يعني اسيب التعليم واقضي عمري كله في الكورة وبس طيب ايه المشكلة ان انت تكمل تعليم وتلعب كورة؟ عشان مستقبلي في الكورة مش في الكلام الفاضي اللي هو التعليم والمدرسة والحاجات دي في حد يقول على التعليم والمدرسة كلام فاضي؟ كلام فاضي يا ماما انت مش عارفة انا لو احترفت برا ايه اللي هيحصل هتشهر بطريقة غريبة وهاخد فلوس كتيرة وبص بقى اشوف العيشة اللي انا هعيشها هناك سولي كابتن سولي ممكن اخد من وقتك دقيقه طبعا ايه شعورك بعد الفوز النهارده الحمد لله الحمد لله بس يعني كان شيء متوقع ومبسوط انك جبت الجول النهارده ايه السؤال ده اكيد مبسوط يعني يعني فرحان ازاي كده ممكن نعرف منك يا نجم ايه النادي اللي هتنضم له للفتره اللي جايه والله هو الاهلي والزمالك قاعدين يكلموني بس انا لسه ما قررتش طب وناوي تروح الاهلي ولا تروح الزمالك والله العظيم لسه قايل ما قررتش خلي بالك انا معاك كنت يا نجم مادام وصلت للسيدهات لا انا ممكن احترف برا او اعتذر على الكوره خالص يعني ممكن تمدي لي يا نيك طبعا شكرا بقول لك ايه يا علي لازم اول ما ابنك سولي يجي تاخد معاه موقف جامد الولد خلاص هيضيع مننا لا بقى يروح المدرسه كل يوم بيرجع لي الساعه 2 الصبح ما تخافيش انا ليا صرفه تانيه معاه انت فاكراني اب هفق ولا ايه لا طبعا فلله ولا فالك هفق ايه ده انت سيد الرجاله هو الراجل ايه غير موقف طبعا والبيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر ايه ده كده باللي انا بقوله ايه ده سولي ايه ده مين دول يا سولي مين دول يا سولي دول الفانز بتوعي مامي بقى جاي لي الساعه 2 بالليل وجاي لي معاك اربع موزز عادي مفيش واحدة لابوك علي بتقول ايه علي؟ حضرتك مامة سولي؟ انا مامة سولي بنحب سولي قوي وانا كمان يا طب ما حدش بيحب بابا في ايه علي؟ في ايه؟ انت خلاص راجع في اي حاجة كده؟ ابنك راجع الساعة 4 الصبح ومعاه اربع صواريخ وانت كده مفيش اي حاجة الواد مستقبله هيضيع ما يضيع مامي بقولك ايه بص انا تعبانة وبكرة عندي تمارين الصبح بدري قوي فانا بقى مش ناقص للحاجات دي ها؟
ولما انت مش عايز بقى الحاجات دي كنت سهران فين لحد دلوقتي؟ انا كنت سهران مع اصحابي الفندق بتوعي. وبعدين انت لو هتفضلي تعملي كده انا ممكن ما بقتش في البيت وابات في اوتيل 5 ستارز، وانا خلاص ما بقتش صغار، ما بقيت معايا فلوس كتيره. لا يا حبيبي لا، لازم تستريح وتنام كويس. سيب لي انت البنات دول ها، وبعدين وخش نام انت واستريح. يلا حبيبي يلا بينا. في ايه يا علي؟ واخد البنات دول على فين؟ بقول لك ايه، باخد امك معاك. حاضر. تسيبيه يستريح يا ماما. سيبه يستريح، عايزين نتبسط في البيت. لا 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 يا علي، رمرام يا علي رمرام. في ايه يا مامي؟ ها؟ لا مفيش حاجه حبيبي، مفيش حاجه. انا مش موافقه على موضوع الكوره ده، مش موافقه. ليه بقى يا مامي؟ علشان افرض لا قدر الله يعني مثلا حصلت لك اصابه، هتعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت بتلعب ماتش كبير وبعدين لا قدر الله لا قدر الله يعني جات لك اصابه، ساعتها معكش شهاده، هتقعد في قرابيزي في البيت. شهاده ايه يا مامي؟ يعني هو انا لو بقيت دكتوره ومهندس هاخد كام يعني؟ ايوه يا مامي سوري، عنده حق. يعني حضرتك مثلا صحفيه مشهوره بتاخدي كام في الشهر؟ يعني على مامي دي بتستلف من اول الشهر لحد اخره. انت هتقولي ما بتستلف مني انا مقشطاني. بصوا بقى يا حبايبي، انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه. الفلوس حاجه مهمه قوي، بس هي مش اهم حاجه. في حاجات تانية مهمه جدا، زي مثلا العلم والدراسه والاخلاق، حاجات تانية ممكن كلها هي اللي تجيب لنا الفلوس. صح؟ فاهمين حاجه؟ كل قرف. ايه ده؟ كل ده بتشوف العيال يا انجي؟ اصل ما كنتش بشوفهم بس يا علي، كنت بشوفهم واشوف افكارهم السودة. شوفي افكارهم؟ شوفي افكارهم ازاي يعني؟ بعدين بقى يا علي بعدين، ده موضوع كبير قوي بصراحه. انا تعبانه قوي وعايزه انام، مش قادره. لا حبيبتي شكلك كده مش هتنامي، وعايزك بقى تاخدي الواد ده وتطلعي بره، لان انا زهقت منه. وعلى فكره الواد كمان عملها على روحه وانا غيرت له البامبرز. عالي يا اختي بجد يا علي، غيرت له ما شاء الله، بقيت تعرف تغير يا اختي. جميله والله. اه بقيت بعرف اغير. يلا خديه بقى واطلعي بره. حاضر، نام انت وارتاح وسيبني مع النواح. يا سلام، انت بقيتي تكتبي شعر كمان. طب يلا حبيبتي وطي صوت الواد بقى عشان عايز انام. اوطيه ازاي بقى؟ بالريموت؟ لا اعملي ميوت. ظريف قوي. حاضر يا علي، نام. وانت بقى يا عمرين قولي عايز تطلع ايه؟ ها؟ عايز تطلع ايه لما تكبر؟ عايز تطلع ايه؟ ها؟ تفكر في ايه؟ تفكر في ايه يا عمرين؟ لا خلاص خلاص يا عمر، انا حسيت بكل افكارك حبيبي. ما تكملش ما تكملش. واضح يا علي ان انت ما بقيتش تعرف تغير بامبرز ولا حاجة. انا مش فاهمه حضرتك تقصدي ايه يا استاذه انجي. يا فندم انا اقصد ان ما يهمنيش خالص ولادي يطلعوا الاوائل في الدراسه. انا اول مره اشوف امي ما نفسهاش ولادها يطلعوا الاوائل. لا هو الكذب خيبه، ما نفسي طبعا، بس انا اقصد ان انا فاهم حضرتك ازاي. انت عندك كام طالب في الكلاس؟ عندي 14 15. حلو قوي، انا مبسوطه جدا لو ولادي طلعوا الرقم 13 مثلا، ما عنديش مانع خالص. انا نفسي يتعلموا حاجات تانية يكونوا بيحبوها، حاجات اهم. حاجات زي ايه يعني؟ يعني زي الموسيقى، المسرح، الرياضه مثلا. احنا عندنا هنا جميع الانشطه. اه ما انا عارفه عارفه انه عندكم طبعا جميع الانشطه، بس بصراحه كده مش مهتمين بيها او بتعملوا حاجه غلط مش عارفه. يعني انا نفسي ولادي يتعلموا مسرح بجد، يتعلموا رياضه بجد، يتعلموا موسيقى بجد، وان المدرسين اللي بيدوا الحاجات دي يعرفوا ان هم بيعملوا حاجه مهمه جدا، مش بيملوا حصص فاضيه وخلاص. ده تقريبا بيحصل. تقريبا؟ لا تقريبا ما بيحصلش حضرتك. انا نفسي ده يحصل مع ولادي في المدرسه هنا ومع كل الولاد في المدارس التانيه برضو. ان شاء الله يا مسهل. متشكره قوي 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 يا انجي حبيبتي. انا يعني عارفه ان انا عيالي هاديين جدا ومؤدبين قوي يعني، وناس ما هم، بس برضو يعني الذوق لازم يخليني اقول لك متشكره متشكره. ايوه يا حبيبتي ما تقوليش كده خالص يا كاميليا، ده حتى يحيى وحوري يا خيتشي يا خيتشي يا خيتشي. ايوه فعلا عندك حق، هم يا خيتشي فعلا حبايبي. طب يا رب باباك الله يرحمه يكون قام بالسلامه. تقصد ايه يعني؟ ابدا يا حبيبتي، هو يقصد يقول لك الف سلامه على باباك يا كاميليا. الله يرحمه.
ألف سلام عليه. الله يرحمه. طب اعملي حسابك بقى إن أبو إنجي كمان هيتعب الأيام اللي جاية، وهنبعت لك مي وسوري يقعدي معاكي شوية. في إيه يا علي؟ بطل تفاول على بابا. أي حجة بقى علشان نخلص بقى ونقعد معاهم العيال يومين. طيب بقى يا حبايبي أنا مضطرة أجري بقى بسرعة لحسن حسين قاعد مستنيني تحت. إنجي حبيبتي لما باباك ينوي يتعب إن شاء الله مثل كول بقى. يلا يا حبايبي. لا لا لا، وأنا ما قلتلكيش، ما هو تقريبا تعب. يلا خد العيال معاك. لا ما هو في إيه يا علي؟ بطل تفاول على بابا. خلاص يا ستي، أمي أنا اللي تعبت. لا يا علي، مامتك ساكنة فوق يا حبيبي، يعني لو تعبت مش محتاجين نودي العيال عند حد. أيوة يا علي، اسمع كلام إنجي. وبعدين إيه يا علي ده؟ على فكرة أنت مفقوس قوي، ابقى دور على حجك أذكى من كده شوية. يلا يا ولاد، يلا يا ولاد، ده أنا جبت لكم هدايا كتير قوي أوريها لكم. صدقني. إيه رأيك بقى؟ حتى كاميليا بتقول لك اختار طريقة أذكى من كده. يا سلام، يعني هي اللي ذكية ونبيهة قوي، مش مفقوسة يعني. المهم في الآخر هنسافر أنا وإنتي من غير العيال ولا لأ؟ كتفي ورم بصراحة يا علي. أنا خدت قرار، أنا مش هسافر في أي حتة من غير ولادي حبايبي. على فكرة يا مامي، ولاد كاميليا دول ما عداش عليهم ربع ساعة تربية. صح يا حبيبي، بس ربع ساعة حتى كتير. يعني إنت اللي متربي قوي.